Salam alaikum, كي درتو لاباس عليكم؟ كي درتو بخير؟ نتوما لاباس؟ جيسبيغ تكونوا بخير وعلى خير نتوما وعائلتكم. ايوا كي دوزتو هاد الصيف واش بديتو لي فاكونس ولا مازال؟ ايوا راه بشويه بدات يترخى في الحال، ماشي بحال قبل كان صهد صهد صهد، ودابا مازال صهد. كون ما كانش الكليم والله ما نقدر نوقفها. ياكو لاباس عليكم. المهم هاد الصهد والشميشة راه تعطينا لا فيتامين دي. ايوا بروفيتو في الشميشة وحديو راسكم، ديرو كاسكيطات، وسورتو الوليدات الصغيورين ديرو لهم لي كاسكيط وبروتيجيوهم مزيان بليكخون. والمهم حافظوا على وليداتكم باش ما يضربهمش الشمس. ايوا اليوم الحبيبات ديالي، اليوم عرفتي شنو غادي ندير؟ غندير اللوبيا البيضاء لا ريكوفير. سمحوا لي غنسد على درت الماء يطيب باش نروي الطاوة ديالي. ايوا غندير اللوبيا اليوم، شوف البنات غادي نطيح كاع. غندير اللوبيا البيضاء وغنديرها بالكفتة ان شاء الله. هانتوما تبعوا معايا الطريقة ديالي، غنديرها بالطريقة ديالي وغادي طيبوها معايا وغادي تعطيوني الخبر في الاخر فاش تذوقوها وطيبوها تانتوما وعطيوني الخبر ديالها. يلا الحبيبات ديالي يلا معايا، اللي درتها اليوم غتشاركوها معايا ان شاء الله. اي فوالا الحباب ديالي، لي زانغريديان بعدا حطيتهم. اللوبيا ما دايراش بزاف حيت كاين اللي ما غادي ياكلش اللوبيا. درت درت واحد نص كيلو، انا اللي تشهيتها البنات. ايوا انا غادي نبدا نطيبها ان شاء الله. هيا درتها دابا راه فازقه ومغسوله وكلشي، درتها في الكوكوط باش غادي نصبها دابا. غادي نشعل عليها، بسم الله. فوالا عندي غادي ندير فيها بصلة، هيا بصلة هيا موين. عندي قزبر ومعدنوس كفيتة، غادي نرميها هاكا البنات. سوا تحلات مزيانه ليا، سوا ما تحلات غادي نقطعها ملي طيب غنقطعها طريفات. لاصوص طوماط ديال هكا ديال بولا والعطريه، شوفوا نتوما كي قطعتها طريفات هكا. كاينه الابزار، بابريكا، شاونيه، سكينجبير، خرقوم، مليحه، لاصوص بيكونت. نتوما شوفوا شنو عندكم، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش ما يديرهاش. وكاينه زيت العود. هانتوما البنات لي زانغريديان، نقربو معنا. فوالا نبدا بالزويته هي الاولى، زيت العود. انا ما تنخلطش زويته العود، ندير البصيله، غادي نرمي كلشي البنات ونخليهم يتخلى. ندير الربيع، العطريه، طماط، دابا غادي نحركها. نخليها تقلى، نقليها مزيان، عاد ندير عليها الماء سخون البنات باش ما تقنزز لكمش.
هي تتقلى. انا غادي نرويها دابا. ميسا ديك كفيتها هكا فوالا، هيا غطيب ورجع معاكم. فوالا درت واحد الزلافة ديال الطحين ديال الزرع، درت شوية الملحة وواحد المعلقة كبيرة ديال الزيت عادية. غادي نجمعها وغندير واحد العيش باش ناكلها مع اللوبيا ان شاء الله. هانتوما معايا هكا، ندير هذيك اللي تيديروا الهنود فيها الفلحة والزويتة. لا لا تفتح، انا نخليهم هنا يرتاحوا شي شويه. هما درتهم مطلوقين نطلقو شي شوية، غادي نبدا نطيب فيهم. هانتوما درستها، هانتوما تا درتها رقيقة، لما رقيتوها مزيان. اللي تيعشق هاد الخبز بحال هدا، مكاين لي فهمتي بحال دابا الوالدة مغتبغيش تاكلو. أنا تنبغي داكشي يكون خفيف، تقدرو ديرو هاهم. انا دابا نوريكم غندير هاديك الخيار ومطيشة وبصيلة معاه ومع اللوبيا، تيعجبني ناكل داكشي خفيف. شفتو دابا مع الصهد واخا درت اللوبيا غادي تكل بالشهوة. دابا انا غادي نبدا نطيب هادي وانا معاكم. انا دابا تنطيب فيه، هاهم تنقرصهم هنا ودابا تنطيب فيه. ما فيه لا خميره لا والو، تيجي بحال داك ديال الطاكوس، ديرو بيه حتى الطاكوس الا بغيتو. نبقى نقلبها نقلبها حتى تتحمر، تعجبني انا هذا. انا في الوالد ديروه رقيق حتى تتحمر وتتنفخ، امام طال تتنفخ. هادي عاد رميتها، تبركو عليها هكا تطبخ. ايش هو وصافي. تكون شويه العافيه، تكون شويه مجهده على هذا. اي فوالا الحبيبات ديالي، ها اللوبيا وجدات. هانتوما البنات باش يبقاو ياكلوها لكم الوليدات ولا الناس اللي ما تيبقاوش اللوبيا، ها باش ديروها له. هذيك طريف الكفته اللي درت انا قطعتها دويورات وحطيتها من الفوق، درت عليها شويه الربيع. هاد الشليطة لي غادي نرافق معاها فيها غير الخل ومليحة والبصيلة ومطيشة وهذا الخيار وهذا العيش. هذا هو بحال طاكوس درتو أنا، درتو معاكم. وتبعو الطريقة اللي بغا ياكل شهيوة في الصيف، عطيبوها وغتعجبكم. كاين اللي ما عندوش مع اللوبيا وني ديروها في البحر ولا في المخيم، أنا تندير لكم المويكلة اللي غادي يمكن لكم طيبوها ملي تكونوا خارجين لديوركم. هادشي ساهل، غتقطعوها هادي ملي تتهزو تتهزو طريفة العيش، تتحشيو شويه وحيده من هادي مطيشه وبصيله
وتتاكلوها بحال الهنود. وهاد الخبيز هذا راه شهوه منه باش ما تقلوش ما بين اللوبيا والخبازه. هذاك العيش داير بحال الطاكوس. يلا الحبيبات ديالي، الا عجبتكم الطريقه ديالي اللي وريتكم اليوم، ديروا لي لايك 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 لايك، ما تنساونيش باللي لايك، واللي ما تابوناش يهبطوا تسويت تابونا الا عجبكم لا غوسات وعجبتكم انا. مرحبا بكم عيالات بنات رجال وليدات، اي والله مرحبا بكم عندي. وانتوما الا عجبكم ديروا لي هاد ديروا الطريقه وغادي تشهاو على الناس، وحق الله العظيم ديروها غادي تعجبكم بزاف بزاف بزاف.